اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية بنينة برشا، صحية سهلة مهلة غنية بالفيتامينات. وصفتنا لليوم هي سلطة الروز. سلطة الروز فيها برشا أنواع ونحضروها بطرق مختلفة. اليوم باش نخدموها بالسلطة التونسية وباش نشارك معاكم طريقتي في تحضيرها وباش تشوفوا معايا سر البنة في السلطة هذية. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل، وممكن زادة تابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إينيل. وتوا نتعديو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة متاعنا وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه خذيت طنجره عبيتها بالماء حطيتها تغلي على النار، وعندي لهنا صحفه فيها 200 غرام من الروز. استعملت روز اصفر، ممكن زادة تستعملوا روز ابيض لكن يكون نوعيه جيده، ما تكونش الكعبه نتاع الروز مكسره والا كل الانواع اللي تعجن فيه صح. باش نشلل الروز هذايا ونستقطره ونحطوه تو في الطنجره ونضيفوا عليه شويه ملح ونخليه يطيب في عقله. ما نخليوش الروز حتى لين يهبى، لازم يحافظ على الشكل نتاعو. خلينا توك الروز يطيب على روحه، وباش نحضروا اول سر من اسرار بنة السلطة هذية اللي هي المايونيز. باش نعملوا مايونيز بدون بيض بطريقة سهلة مهلة وبنينة برشا. عنا لهنا اول حاجة 100 ملليلتر من الزيت النباتي. باش نحطوا المكونات الكل مع بعضهم. المايونيز هذية من ابن ما تاكلوا ومن اسهل ما تحضروا، تحضر تقريبا في دقيقة. وعنا لهنا 50 ملليلتر من الحليب، 100 ملليلتر زيت نباتي، نصفهم ناخذوها حليب، 50 ملليلتر من الحليب، وعندي لهنا نصف ملعقه نتاع اكل من الفخوماج تختيني، اكل جبن نتاع الدهن. في الوصفه السابقه حضرناها بالطويبع نتاع جبن المثلثات، استعملوا على حسب المتوفر عندكم. اذا كان ما عندكمش الفخوماج تختيني حطوا طابع من جبن المثلثات. وعندي لهنا سنه نتاع ثوم هرستها في المهريس مع شويه ملح، الملح يخلي الثوم يولي كيما الكريمه. وعنا لهنا شويه زعتر شايح، شويه فلفل اسود، ونصف ملعقه نتاع قهوه من المتاخت. باش نحطوا المكونات الكل مع بعضهم. باش نكملوا توا بعصره قارص، باش نستعملوا ملعقه نتاع قهوه من عصير القارص وملعقه نتاع قهوه من خل التفاح. ممكن تستعملوا اي انواع نتاع خل متوفره عندكم. وباش نبداو توا نخدموا المكونات الكل بالميكسور بلونجون، تنجموا تستعملوا زيد الخلاط الكهربائي تتحصلوا على نفس النتيجة. هذه هي توا المايونيز متاعنا تقريبا حضرت، تاخذ دقيقة في عملية التخليط، تجي بنينة برشا، طريقة سهلة مهلة، جربوها وبقدرة ربي ترحموا لي على والديا وتوليوا ديما تحضروها بالطريقة هذه، خاصة للناس اللي ما تحبش البيض وتقعد صالحة مدة طويلة في الثلاجة حتى شهر، حطوها في حكة باللار تكون تسكر مليح. هذا هو توا الروز متاعنا طاب وحضر، ما يلزمش يعجن، يقعد محافظ على الشكل متاعه. توا باش نمشي نستقطره ونغسله بالماء البارد ونتعديه باش نكمله بقية المراحل. خلينا توا الروز يبرد في راحته، وعندي لهنا كمية متاع خضرة باش نحضروا بها سلطة تونسية. كعبة فقوس كبيرة، زوز قرون فلفل أخضر، زوز كعبات طماطم كبار، وكعبة بصل بالحجم الصغير. الخضرة هذه باش نقطعوها مكعبات صغار. بالنسبة للطماطم نحيولها القلب متاعها باش ما تسيبش الماء في وسط السلطة. وعندي السلامي باش نستعمل منه 200 غرام، استعملوا أي أنواع تحبوها وإلا متوفرة عندكم. وعندي الفخوماج إيمونتال باش نقص منه 100 غرام ونقطعها مكعبات. نكمل توا العملية هذه ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل. وعندنا لهنا زوز مكونات سر من أسرار بنة السلطة هذه اللي هو النعناع الأخضر والكبار. العرشة متاع النعناع هذه باش نقطعها جويدة، ونفس الشيء زاد الكعبات متاع الكبار باش نقطعهم جويدين باش الطعم متاعهم يتوزع في السلطة الكل. حضرنا توا المكونات الكل، ما تبقى لنا كان باش نخلطوهم مع بعضهم. اول حاجه عندنا كميه الروز اللي طيبناه، خليوه يبرد 100%، ما تستعملوش الروز وهو سخون باش يحافظ لنا على الخضره وما تذبلش. باش نضيفوا توا على كميه الروز 3 ملاعق متاع اكل من المايونيز اللي حضرناها ونخلطوا الروز متاعنا مليح. جربوا السلطه بالطريقه هذه وبقدره ربي ترحموا لي على والديا من ابن ما تاكلوا. باش نضيفوا توا بقية المكونات، هذه البصل اللي قطعناه، كمية الفلفل، باش نستعمل زادة 100 غرام من المايس اللي هي القطانية، المايس شريتها حاضرة. باش نحطوا زادة كمية الفقوس، قطعوه مكعبات صغار ما يكونش الحجم متاعه كبير.
كمية الطماطم زادة اللي قطعناها نحيو لها القلب متاحة مش ما يقعدش فيها كلمات تسيبه في السلاطة. 200 غرام من السلامي، استعملت السلامي اللي بالزيتون، استعملوا أي أنواع متوفرة عندكم وتحبوها. 100 غرام من الفروماجي مونتال قطعته مكعبات صغار. باش نضيف 50 غرام من الزيتون الأخضر و 50 غرام من الزيتون الأكحل مقطعين ديرونديل. 150 غرام من التن. كمية النعناع والكبار اللي قطعناها جويدة. باش نضيف 2 ملاعق متاع أكل من عصير القارص. باش نكملوا برشة من الفلفل الأسود اللي هو الفلفل الأكحل. وآخر حاجة باش نضيفوا 3 ملاعق متاع أكل من زيت الزيتونة. وباش نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، وهذه هي سلطة متاعنا حاضرة من أبن ما تاكلوا. جربوها وبقدرة ربي توليوا ديما تحضروها بالطريقة هذية، وإن شاء الله تو نشارك معاكم طرق أخرين متاع سلطة الروز. إن شاء الله الفيديو هذية فيدكم، قدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل. نتقابلوا إن شاء الله في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوينا، فكم من كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.